قبل ما ابدا فيلم النهارده هيكون الجزء الرابع من سلسله افلام روكي، ولينك بقيه الاجزاء هيكون موجود في الديسكريبشن. وبدون ما اطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدا في حلبه ملاكمه مع المقاتل الاسطوري روكي وبطل العالم للوزن الثقيل كلابر لانج. وفي الجوله الثالثه روكي قدر يستنفذ طاقه لانج ووجه له ضربه قاضيه وقعته على الارض، وبكده روكي يكون فاز بالقتال ورجع بطولة العالم من جديد. وبعد كده اعتزل الملاكمة تماما لان سنه بقى كبير، ده غير ان هو عاوز يتفرغ لعيلته ويقضي وقت اكبر مع ابنه الصغير. وروكي عاش احلى ايام وسط العيلة بتاعته واحتفل مع زوجته بعيد زواجهم التاسع بسعادة كبيرة. وفي الوقت ده وصل لارض امريكا المقاتل الروسي ايفان دراجون، ودراجون يبقى عقيد في الجيش الروسي لكنه اتجه لمجال الملاكمة علشان يتحدى اقوى المقاتلين الامريكان ويكون هو المقاتل الافضل في العالم كله. ومن هنا بنعرف ان العلماء الروسيين بيستخدموا اعلى التقنيات الحديثة من اجل تدريب وتطوير مهارة دراجون اللي بيتميز بحجمه الضخم وقوة لكماته المدمرة. وفي يوم من الايام ابولو كريد اسطورة الملاكمة المعتزل وصديق روكي القديم شاف دراجون في التلفزيون وهو بيهزأ كل الملاكمين الامريكان وبيقول ان روسيا اقوى بلد في العالم. ومن هنا كريد اتعصب وقرر يرجع للملاكمة من تاني ويقاتل دراجون لانه اهم بلده امريكا. وبالفعل كريد بلغ صديقه روكي وقال ان هو هيدخل في قتال ضد دراجون الملاكم الروسي. فروكي قال لكريد انت سنك كبير ومعتزل بقالك 5 سنين، ده غير ان دراجون شاب قوي وممكن يدمرك. فكريد تجاهله وما سمعش الكلام. وبعد فترة روكي وكريد قعدوا يتفرجوا على مبارياتهم القديمة في سعادة كبيرة وافتكروا ايام زمان. ومن هنا روكي طلب من كريد ما يقاتلش دراجون لتاني مرة، ولكن كريد فقال لروكي ان هو لازم يقف قدامه لانه بيهين كل الملاكمين الامريكان. فروكي وافي يساعده في التجهيز للقتال ضد دراجون، والاتنين ضحكوا وقرروا يتمرنوا مع بعض. وتاني يوم كريد ودراجون عملوا مؤتمر صحفي واعلنوا للناس كلها انهم هيقاتلوا بعض في مباراة ملاكمة ودية. وفي بداية المؤتمر فكريد فضل يتريق على دراجون وهزقه قدام الناس كلها، ولكن دراجون فضل ساكت وما ردش عليه. وفجأة مدرب دراجون قال لكريد انت سنك كبير ولو دخلت في قتال ضد دراجون هتخسر. فكريد اتعصب واتخانق معاه، ولكن روكي وبقية الناس في المؤتمر ابعدوهم عن بعض. وبالفعل القتال ما بين دراجون وكريد اتنظم والاف الجمهور حضروا الماتش. وقبل ما كريد يدخل الحلبة فروكي قال له انت بقالك 5 سنين معتزل فلازم تاخد بالك من دراجون لانه شاب قوي ولياقته البدنية ملهاش مثيل. ولكن كريد فضل يضحك وقال لروكي ما تقلقش عليا. ومن هنا دراجون استعد للماتش في هدوء تام. اما كريد فدخل وسط تحية كبيرة من الجمهور لانه بيلعب على ارضه ما بين اهله واصدقائه. وبعد ما كريد ودراجون دخلوا الحلبة فالمذيع قدمهم للجمهور واخيرا القتال ما بينهم بدأ. وفي البداية كريد هاجم بشراسة وضغط على دراجون بشكل كبير، ولكن فجأة دراجون اتعصب ونزل ضرب في كريد بقوة وسرعة عالية وخلاه ينزف بشكل رهيب. ولكن من حسن الحظ جرس الجولة الاولى ضرب على اخر لحظة، وفي نهاية الجولة فكريد اتدمر وما كانش قادر يقف على رجله. ومن هنا روكي قال له احنا لازم نلغي الماتش ونبعتك للمستشفى باسرع وقت ممكن، ولكن كريد فرفض يسمع لروكي وقرر ان هو يكمل القتال ضد دراجون لانه عمره ما استسلم في حياته علشان يرفع راس بلده امريكا. وفي بداية الجولة التانية فكريد حاول يسيطر على دراجون ولكن بدون فايدة، فدراجون نزل فيه طحن بدون اي رحمة ووجه له لكمات سريعة لحد لما كريد فقد الوعي ووقع على الارض قدام الناس كلها. ومن هنا روكي هو وبقية الحكام والجمهور دخلوا الحلبة باسرع وقت ممكن علشان يلحقوا كريد وينقذوا حياته، لكنهم اتأخروا وكريد فارق الحياة. وللأسف روكي مسك صديقه المتوفي ما بين ايديه وشاف دراجون القاتل بيحتفل بالفوز ولا كأن اي حاجة حصلت. وتاني يوم روكي دفن ابولو كريد في حزن شديد وقال في الجنازة بتاعته ان كريد يعتبر صديقه العزيز وكان اقوى منافس ليه. وبعد جنازة ابولو كريد مباشرة فروكي عمل مؤتمر صحفي وقرر يلاعب ايفان دراجون علشان ينتقم لصديقه المتوفي. وفي وسط المؤتمر الصحفي مدرب دراجون قال ان القتال هيتلعب في روسيا، وقال ان دراجون هو المقاتل المثالي ومستحيل روكي
أو أي ملاكم أمريكي يغلبه. وفي نفس الوقت ده إدريان زوجة روكي لقت إن الصحافة بتجمع عند البيت وما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل، ولكنها عرفت بالصدفة إن جوزها مسافر علشان يلعب الملاكم القاتل أيفان دراجون. وبالليل روكي قابل إدريان وقال لها إن هو متجه لروسيا علشان يلعب الماتش. ومن هنا إدريان كانت حزينة جدا وقالت لروكي إن دراجون ملاكم عديم الرحمة وممكن يخلص عليك بدم بارد. فروكي قال لها أنا لازم أكسب دراجون على أرضه وسط أهله علشان أنتقم لموت صديقي أبولو كريد. ولكن إدريان اتخانقت معاه لأنها كانت خايفة عليه، فروكي تجاهلها واخد عربيته وانطلق على الطريق علشان يهدئ أعصابه. ولما روكي كان سايق العربية فقعد يفتكر في ذكرياته مع أبولو كريد والمباريات الأسطورية اللي لعبها ضد بعض، وافتكر إزاي كريد ساعده لما كان هيستسلم ويترك الملاكمة. ومن هنا روكي قرر ان هو لازم يرد حق صديقه المتوفي ويهزم دراجون في بلد روسيا. وتاني يوم روكي قعد مع ابنه علشان يودعه قبل ما يسافر. ومن هنا ابن روكي سأله اذا كان هو خايف ولا لا، فروكي قال له ان الشجاعة الحقيقية هي ان تحارب خوفك وما تستسلمش، وودع ابنه ومشي. وقبل ما روكي يركب العربية ويتجه لروسيا فزوجته ودعته بنظرة مليانة خوف لان دراجون ملاكم عديم الرحمة وممكن يقتل اي حد بدم بارد. وبالفعل روكي وصل ارض روسيا هو وصديقه بولي ومدرب ابولو كريد السابق. واول لما روكي وصل فقابل ضابط روسي، والضابط شرح لروكي قوانين المكان ووصله للبيت اللي هيعيش فيه لحد لما يبدا الماتش. وبالليل مدرب كريد قابل روكي وقال له ان كريد كان زي ابنه بالظبط، وطلب من روكي يبذل اقصى جهده في التدريبات علشان يدمر دراجون تماما ويرجع حق كريد اللي اتقتل غدر. وبالفعل روكي بدا يتمرن وسط جليد روسيا شديد البرودة. وفي نفس الوقت ده ايفان دراجون بدأ يتمرن بكل قوته، وروكي هو ودراجون كانوا بيبذلوا اقصى مجهود عندهم لتطوير قوتهم ولياقتهم باقصى حد. وهدف روكي ان هو كان يفوز على دراجون علشان ينتقم لصديقه المتوفي ابولو كريد، اما هدف دراجون ان هو يفوز على روكي علشان يثبت للناس كلها ان ملاكمين روسيا افضل من امريكا وفيها اقوى مقاتلين في العالم. وبعد فترة من التدريبات الشاقة فروكي قابل زوجته ادريان، ومن هنا ادريان قالت لروكي انها لازم تقف معاه في الحلوة والمرة وتمنت له التوفيق في مباراته مع دراجون. فروكي حس بسعادة كبيرة. وتاني يوم روكي بدأ يتمرن بكل قوته لان ادريان زوجته دعمته نفسيا وحفزته للقتال، اما دراجون فاستمر في تطوير مهاراته بكل قوته. ومن هنا بنكتشف ان دراجون غشاش وبيستخدم منشطات، وده يبقى سر قوته الخرافية. وروكي وصل لمستوى عالي جدا من اللياقة البدنية، ومع ان سنه كبير الا انه قدر يتمرن بنفس الصعوبة اللي كان بيتمرن بيها وهو شاب، وتحفز للقتال بشكل عالي لان دي هتكون فرصته الوحيدة لهزيمة دراجون والانتقام لصديقه المتوفي ابولو كريد. وفي يوم من الايام فروكي جري باقصى قوته وسط البرد وقدر ان هو يتسلق جبل عالي جدا. ومن هنا روكي عرف ان هو جاهز لقتال ضد ايفان دراجون على ارض روسيا شديدة البرودة. وبالفعل القتال ما بين روكي ودراجون اتنظم، وحضر الحلبة الاف المشجعين الروسيين، حتى رئيس البلد حضر القتال بنفسه، وكل المشجعين تابعوا المباراة علشان دي هتكون منافسة ما بين روسيا وامريكا اقوى دولتين في العالم. اما روكي فاستعد للماتش في هدوء وتركيز عالي، وروكي دخل الحلبة مع زوجته وصديقه بولي والمدرب الخاص بيه، ودخل الحلبة وسط شتيمة من الجمهور الروسي. ولكن روكي تجاهل كل حاجة وركز في القتال قدام دراجون. وبعد ما روكي دخل الحلبة فجأة الدنيا ضلمت، ومن هنا ظهر العملاق الروسي عديم الرحمة ايفان دراجون. ومن هنا كل الجمهور فرح وحياه سعادة كبيرة. ولما دراجون دخل الحلبة فالمذيع قدمهم للجمهور، ومن هنا بنلاحظ فرق الحجم الكبير اللي ما بين روكي ودراجون. ده غير ان الجمهور الروسي استمر في شتيمة روكي وده زاد من الضغط عليه. وبعد فترة من الاستعداد اخيرا القتال ما بينهم بدأ. وفي بداية القتال دراجون هاجم روسي بشراسة ملهاش مثيل وقدر ان هو يسيطر عليه، وسبب ان دراجون قدر يتفوق على روكي بسبب حجمه الضخم وقوته الرهيبة. وللأسف روكي ما قدرش ان هو يتصدى لهجمات دراجون واتطحن وسط الحلبة. ولكن فجأة
فجأة دراجون وجه لقمة قوية لروكي وقعته على الأرض، ولكنه فاق من جديد ورجع للقتال من تاني، ودراجون قدر ان هو يسيطر على الماتش لحد لما جرز الجولة الأولى ضرب. ومن هنا مدرب روكي أعطى بعض النصايح علشان تساعده في القتال، وبالفعل الجولة التانية بدأت. وفي بداية الجولة دراجون استمر في الهجوم، ولكن روكي اكتشف ثغرة في دفاعاته ووجه له ضربة قوية عورته في وشه. ومن هنا روكي اتشجع وبدأ يقاتل دراجون بكل شراسة، وبدأ يوجه له لكمات خطافية مدمرة. ولما جرس الجولة ضرب، فروكي ودراجون اتخانقوا وسط الحلبة، ولكن الحكام والمدربين أبعدوهم عن بعض. وبعد كده الاتنين بدأوا يتحاربوا بقوة وبذلوا أقصى مجهودهم، والماتش ما بين دراجون وروكي كان متعادل. وكل ما دراجون يبدأ يسيطر فروكي يرجع لقوته من جديد، والماتش استمر لدقائق طويلة في وسط جنون الجمهور لأن القتال كان أسطوري. ودراجون وروكي كملوا قتال لحد الجولة الأخيرة، ومن هنا مدرب روكي فكروا إن دراجون قتل صديقه العزيز كريد وأهان كل ملاكمين أمريكا، فروكي اتحفز وتشجع للقتال. وبالفعل الجولة الأخيرة بدأت، وفي بداية الجولة دراجون استغل حجمه في توجيه ضربات قوية لروكي من مسافات بعيدة، ولكن روكي انتظر الفرصة المناسبة واستغل تعب دراجون وبدأ يوجه له لكمات خطافية مدمرة، وقدر ان هو يسيطر عليه. ومن هنا روكي استجمع قوته وتركيزه ووجه ضربة قاضية لدراجون وقعته على الأرض لمدة 10 ثواني، وبكده روكي فاز بالقتال وانتقم لصديقه أبولو كريد. والمفاجأة كانت ان الجمهور الروسي نزل في الحلبة وحيوا روكي واحترموه على إصراره وعزيمته. ومن هنا روكي قال ان مفيش داعي للعداوة ما بين أمريكا وروسيا، والبلدين لازم يبقوا أصدقاء. فالرئيس وقف لروكي احتراما لكلامه، وبعد كده روكي شكر كل أصدقائه وزوجته إدريان لأنهم كانوا السبب في فوزه، وقال لابنه إن هو بيحبه أكتر من أي حاجة في الدنيا. وبكده روكي فاز وانتقم لصديقه ورفع علم أمريكا على أرض روسيا. وده كان ملخص فيلم روكي الجزء الرابع، ولينك بقية الأجزاء هتكون موجودة في الديسكريبشن. أنا مينا سحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.